مفاجأة، تفاصيل نقل تكنولوجيا خطيرة للجيش المصري وقلق الكيان. ننشر التفاصيل وعاجل، موجة الحر تجبر الحكومة المصرية على اتخاذ قرار عاجل وعاجل. منذ قليل السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن ناشطين بعد مناشدة عاجلة. ومفاجأة، مصر تكشف سبب توقفها عن تصدير الغاز. ننشر التفاصيل وعاجل، حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الحالي. ومفاجأة، واقعة غير مسبوقة في جامعة مصرية تثير قلق البرلمان. ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية أحب أذكركم وأذكر نفسي بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني، عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 و3000 اعجبني. وقبل ما نبدا في الاخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر وانتوا قدها وتعملوها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا ومفاجاه، تفاصيل نقل تكنولوجيا خطيره للجيش المصري وقلق الكيان. ننشر التفاصيل. كشفت وسائل اعلام تابعه للكيان عن صفقة كبيرة مرتقبة بين مصر وفرنسا. تقوم فرنسا فيها بموجب نقل تكنولوجيا متطورة لمصر، تزيد قدراتها في بناء السفن الذاتية للمراقبة الإلكترونية. كما ستشمل الاتفاقية، وفق تقرير لمجلة تابعة للكيان التي تصدر عن الجيش التابع للكيان، التعاون في عدة مجالات في قطاعي التكنولوجيا والصناعة. وأشارت المجلة التابعة للكيان أن مصر بتجري محادثات مع نافال جروب لاتفاقية نقل تكنولوجيا توت المستخدمة لتصنيع سفن المراقبة الإلكترونية الاستخباراتية آيلاند. ولفتت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية وحب بناء السفن بالإسكندرية ASY وشركة بناء الإلكترونيات تشارك في الصفقة. ونقلت المجلة عن مصادر فرنسية قولها إن حوض السفن المصري ASY يتطلع لتصنيع سفن متقدمة صغيرة الحجم محليا مع إمكانية إليانت للاستخدام المحلي والتصدير للخارج. وتضيف المصادر نفسها أنه وفقا للاتفاقية، ستتلقى شركة بنها للإلكترونيات نقل التكنولوجيا لأجهزة التتبع الخاصة بسفن إليانت، وبذلك تكون مصر قادرة على تصنيع السفن محليا بالكامل ومكوناتها المتطورة. بدأت المحادثات في يناير 2023، محادثات اللي هو يعني نقعد على ترابيزة الحوار ونشوف هتنقل لنا تكنولوجيا ايه. من المتوقع التوصل لاتفاق قبل نهاية هذا العام 2023. وكان قد صرح رئيس أركان حرب الجيش المصري الشهر الماضي اللواء بحري إيهاب محمد صلاح محمود أن مصر ستكتسب قريبا القدرة على إنتاج سفن مراقبة ودوريات متطورة. المصدر معنا كان من الجريدة التابعة للكيان، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن فطبعا هنا يعني اتفاقية ضخمة بين مصر وفرنسا لاستيراد تكنولوجيا متطورة تستخدم في السفن للمراقبة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، موجة الحر تجبر الحكومة المصرية على اتخاذ قرار عاجل. اتخذت الحكومة المصرية قرارا عاجلا بالبدء في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة اللي بتشهدها البلاد حاليا. وضحت الحكومة المصرية أنه تم البدء منذ يومين بتخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
أضاف مدبولي أنه مع انخفاض هذه الضغوط تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز. وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، وقال: نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية. في السياق ذاته أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة اللي من شأنها أن تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن ناشطين بعد مناشدة عاجلة له. أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر محمد عبد العزيز إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر. أكد عبد العزيز في تصريحات له أن القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكاما قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا يناشد فيه السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي وعدم تنفيذ العقوبة، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر. وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه ثقة الكاملة في حرص الرئيس السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير وأنه في مقتبل عمره. وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ السيسي هذا القرار هيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الحالية. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة. مصر تكشف سبب توقفها عن تصدير الغاز. قال وزير البترول المصري إن مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر المقبل. أضاف وزير البترول خلال تصريحات صحفية أن معظم إنتاج مصر يستخدم محليا في الصيف، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء. وأضاف الوزير أن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالميا. كان الوزير قال بداية الشهر الحالي أن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. حقيقة صدور قوانين جديدة عن علاوات استثنائية للعاملين بالدولة الشهر الحالي. ونفى المرصد الإعلامي بوزارة المالية المصرية الشائعات حول صدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة بداية من شهر يوليو 2023. أكد المرصد أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة منذ بداية يوليو 2023،
وضح أن الحكومة حرصت على تبكير علاوة شهر يوليو، وتم صرفها في شهر إبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات. وضح المرصد أن المنشور المتداول على السوشيال ميديا والمنسوب للجريدة الرسمية المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنح استثنائية لأصحاب المعاشات كاذب تماما وغير صحيح، وبيهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. ودعا المرصد المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات اللي بتستهدف إثارة البلبلة وعدم تداولها بمواقع السوشيال ميديا حتى لا يساهموا بنشرها أكثر وأكثر. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية للمرصد الإعلامي بوزارة المالية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن رسميا مفيش حاجة اسمها زيادة علاوة استثنائية عشان غلاء المعيشة، الكلام ده عالي تماما من الصحة. مشكلتنا ان احنا يعني بنشوف اي خبر قدامنا منشور ما نعرفش مصادر ليه بنعمل له شير ونشارك ونتفاعل مع هذا المنشور، وللأسف المنشور ده بيحمل اخبارا مغلوطة او شائعات. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، واتمنى يعني اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر ومفاجأة، واقعة غير مسبوقة في جامعة مصرية تثير قلق البرلمان. اعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا بمصر رسوب 70% من طلاب الفرقة الاولى، وان نسبة النجاح في السنة الاولى هذا العام لم تتعدى 30%. وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ان عدد المقيدين في الفرقة الاولى بكلية الطب هذا العام بلغ 512 طالب وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة فقط بنسبة نجاح بلغت 28.5%، ما يعني رسوب أكثر من 70% من الطلاب. غرباوي قال عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى كلية طب الأسنان بقنا بلغ هذا العام 238 طالب وطالبة، نجح منهم 52 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 20%، أي نسبة رسوب قرب 80%. وضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة ونسب النجاح كانت تتخطى 90% في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيجة، لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق كان سبب في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذه النسبة. وكانت جلسات مجلس النواب المصري قد شهدت تحركات عاجلة، حيث تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بعد رسوب 60% من طلاب طب أسيوط